أنها صراحة أنني أحب كل من أتى وتجشم عناء المجيء إلى هذا الفضاء من أمكنة بعيدة ليجسد ويشاركنا المعنى الكبير لمنتظر فايد. مرحبا بكم. فايدة للثقافة والفن والإعلام هو جمعية، هو إطار يراد له أن يكون فضاء للتواصل بين ذوي الإرادات الصادقة في النهوض بشأن الثقافة والفن والإعلام بصفة عامة، سواء كانوا فرادى أشخاص أو كانوا إطارات على شكل جمعيات أو لا أي مؤسسة من أي نوع. وحفل اليوم هو حفل لتوقيع الشراكات بين منتدى الفايدة وبين مؤسسات أخرى وازنة، يعني تقريبا تقتسم نفس المعنى، معنى الفايدة مع المنتدى. أخص بالذكر بيت الشعر المغربي برئاسة السي مراد قديري، وأيضا اتحاد المنتجين المغاربة في السمع البصري الأستاذ محمد دريدة، وأيضا جمعية أسطى 21 برئاسة سيفكاك الزيتوني، وبالطبع المعهد العالي للصحافة والإعلام برئاسة مؤسسها ومديرها العام الأستاذ مصطفى خالي. نسجل حضورنا لنقول سجل أنا المنتدى بفيضي أملأ البطاقات وبكم أزهو بفني ومعكم أرتشف كوب قهوتي بين دفتي كتاب لأعلم إعلامي أني صادق ملتزم لا أعبث بأخلاقي إنها رأس مالي. يعني أنا سعيد جدا لمنتدى الثقافة والفن، شرفنا وشرف اتحاد المنتجين المغاربة بهذه الشراكة اللي كنتمناها ان شاء الله مثمره، وعلى يقين بانها غتكون مثمره، لان الحمد لله ثمرات بدات تتبان، لان الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نحتفلوا بالمتوجين بالقاهره في مهرجان القاهره، واللي غادي يكونوا ما شاء الله فنانين من الدرجه الاولى، وغادي يحضر هذا العرس يعني الفنانين من ثلاث اجيال، حيت على سبيل المثال يعني محمد الجم، حمادي التونسي، نعيم المشرقي، هذو ثم المتوجين ان شاء الله اللي غادي يكونوا منهم رشيد الوالي وواحد العدد من الفنانين ان شاء الله، وكنتمناو يكون عرس كبير وكنتمناو الحضور يكون كبير. ومنذ البدايه راهن منتدى الفيض على هذه الثلاثيه الجدليه والتفاعليه في الانزته القطب الثقافي، القطب الإعلامي والقطب الفني. القطب الإعلامي الآن الذي يشكل أرضية لا محيد عنها في مختلف المحافل وفي مختلف التظاهرات الثقافية والفنية، القطب الثقافي أيضا بكل معالمه وبكل تمظهراته المادية والرمزية، والبعد الفني أيضا الذي يهم مجموعة من الأجناس ومجموعة من الأنماط المتعددة. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.